يعني مش اي فنان يحب المسرح، يعني مسرح صعب جدا، مجهود جدا جدا. انا بحبه، ابو الفنون يعني. لكن مش كل شويه بيجي لك روايه حلوه، مش كل شويه تيجي روايه تبقى فيها كل العناصر اللي تبقى مكتمله انك انت تنزلي تشتغلي تعمليها. يعني يمكن شطرنج برضو اول مسلسل يتعمل 150 حلقه، فاحنا صورنا 50 وداخلين نصور 50 وبعد رمضان 50، يعني الحمد لله يعني من القناه مطلوب كده. فانا والورق عجبني جدا، انا كان الورق اوريدي عاجبني، انا مش هادي السينما يعني مع احترامي الشديد. طبعا بيبقى فيه من العشر افلام في فيلم او فيلمين محترمين. فهمك. وطبعا يعني برضو شابو لكل الناس اللي بتشتغل، حتى لو افلام بادجت صغير، حتى لو افلام شباب جديده، حتى كل اي حد بيجتهد وبيخلص ربنا بيديه. لكن الافلام اللي هي بتتعمل مش عارف ايه، او قائمه على اغنيه، او قائمه مش عارف ايه عشان خاطر تغذي شباب التذاكر، انا ما بحبش الحاجات دي. يعني حتى لما تيجي تعرف القناه ما بتتفرجش عليها. عارفه الاعمال اللي زي الجزيره والفيل الازرق ورجاله، بيبقى فيها كم فنانين، ودي بتبقى مباراه حقيقيه، مباراه شريفه، بيلعبوا مع بعض، بيجتهدوا، فبتشوفي انت في الاخر انت قاعده بتتفرجي بتستمتعي.